السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين كيف حالكم؟ مساكم طيبين مبسوطين مستانسين، أخوكم ركام وقناتكم جيمز بن هنتر. حلقة جديدة جيم بلاي جديد من لعبة توتال وور روم 2 الاستراتيجية إضافة غضب سبارتا راث سبارتا. أعزائي المشاهدين حلقة رقم 25، نكمل تختيم، نكمل المكان اللي توقفنا فيه الحلقة اللي راحت. طبعا زي ما شايفين الحلقة راحت خسرنا تقريبا اسطول بحري كان مهم جدا في المكان ذا، كانت حماس وغلطة ما لها داعي في مواجهة الفرق. طيرت عليهم كل الحكمة اللي موجودين في الجهة دي عزام شهدين، اجبرتهم انهم ايش يترجعون اكثر واكثر، لكن لا زال في المنطقة هذه تقريبا في 3 جيوش، وفي الجهة دي تقريبا عندنا هنا لا ما في هنا الجيش ذا، طيرت له الجنرال حقه الحلقة اللي راحت عن طريق البطل اللي كان مع الجيش تبعي. بالنسبة للجهة دي طبعا ما في اي جيش شايفينه، في جيش طبعا نازل تابع لأرغوليس او أرغوس عفوا، فكرة انه ابغاه ياخذ المدينة هذه وانا باخذ هذه بعدين، او ياخذ هو هذه وانا اخذ ذي ما تفرق، المهم انه يحط له رجل، ما باخذ كل المدن ذي هنا، هذه طريقة لان انا تقريبا اخذت كل شيء هنا، هذه كلها اخذت، باقي مدينة واحدة اللي هي ذي بطيرها ان شاء الله التور الجاي. احنا جينا تقريبا على نهاية التور، يعني ما في اي تحركات نقدر نسويها، الدخل عندنا 1600 طبعا رافعين الضرائب تقريبا مو فل شبه فل مو على خير، يعني عشان السكان ما يزعلون، تقريبا كل السعادة مرتفعة في كل الأماكن ما عدا مكانين في المكان هذا امبراكا، اوكي لانه في حرب في مشاكل قاعدة تصير وراح اخلص ان شاء الله التورن الجاي. هنا طبعا عندنا اخر ما تبقى من الشعب الثسان الليق اللي قاعد يحارب الحلقة اللي راحت، وهذا له جيش منحاش في الجهة دي، جايب له جيش هنا طبعا ثاني، جاي هذا الجيش الثاني راح ينزل على مدينة كوركيرا، وهذا الجيش حيلاحق الجيش تشوف كيف هيلاحقوا، لكن حنجيبه باذن الله. والمنطقه هذه شوي طايح فيها الوضع بسبب الحروب اللي قاعده تصير والمشاكل، والضرائب طبعا لها دور في السعاده بشكل عام، لكن هذه المدينه ان شاء الله اذا اخذتها، الميناء هذا اذا اخذته وهو الان يعتبر عاصمه ردس، حتتحسن السمعه في منطقه دوديكانسيا من الدو دي كنيسة، اوكي مكنسة، بنضبط الامور عزيزي المشاهدين مع الوقت شوي شوي. اصعب شيء هو فاء الفرس، وقاعدين نضغطهم من جميع الجهات، اضغط المضغوط اكثر. يا سلام سلم يا هوا، نهي التور عزيزي المشاهدين ولا نشوف علاقاتنا الدبلوماسية. طبعا السمعة تحسنت فل اوبشن، رجعت سيد فاست، يعني رجال سيدة ما عنده لف ولا دوران، الان ممكن اسوي اي علاقات دبلوماسية انا كنت ابغى اسويها. هذا من اول عنده ميلتري اكسس، لكن احنا نبغى نسوي معاه تجارة، كورنثا سدنا نسوي معه تجارة، نرفع الدخل شوي ما يبغى، بس الوضع مع الباقي كنا تمام. طبعا كورنثوس يعني بدت سمعته تتحسن معه شوي، كان عدو صار unfriendly شوي شوي تتحسن، لانه الموجب اللي بالاخضر نقاط الموجب اكثر من السالب عزيزي المشاهدين، وهذا الشيء بيخليني باذن الله تعالى لا وين وين اكثر 450 السالب اكثر، لكن الموجب بدا يزيد شوي. هو طبعا يعني ما يحب الرودوس وذا، ولكن اوكي بدات اضبط وضعي معه شوي 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 شوي. عموما حربي انا ضد الثسالي اللي ضد رودس وضد الفرس هي اللي حتحسن سمعتي مع الاغريق بشكل، في شعب لازم انتبه منه عزيزي المشاهدين اللي هو هذا إليس، خطير جدا هذا الشعب لانه جاي في ظهري في ظهر مملكتي، وانا هنا ما عندي غير جيشين قاعدين يحسون في تسال الليق، فلازم انتبه منه. ليش هو زعلان؟ الوحيد على فكره اللي زعلان من كل الاغريق في المنطقه هذه بشكل كبير، لا والله كلهم برجع نفسي ما قدرت فاكلتشي، فليش إليس زعلان؟ يعني إليس زعلان عموما لان انا اتوسع، ولكن يحب الحرب مع رودس ويحب العلاقه اللي قاعد يصير بينه وبينه كلتشر انفينيتي أفينيتي كلتشرال أفينيتي، أوكي لأن أتوقع ثقافته زي ثقافتي. نعم طبعا يكره بيزانتين يكره بوش الليق، أوكي ولكن ممكن أضبط الوضع معيش. طبعا ما في أمل الحين يصير أي شيء، ولكن الفلوس بتغير النفوس عزيزي المشاهدين، هذول بنشتري بالفلوس لأنه أنا مشغول مع الفرس، فما نبغى مشاكل. في شعب ثاني نسيت أوريكم هو اللي هو ميلوس، ميلوس ما أدري شو ضعف، ولكن لو حاول يواجهني راح أدعس أدعس. حاليا ما نبغى نسير أي مشاكل مع أي من الأغريق، لأنه الفرس مثل ما قلت لكم غيروا الخطة. كويس أن إبرس تخلى عن ثسالي الليق اللي هو كان مستعبده يوم دخلت حرب ضدهم، يوم دخلت حرب ضد ثسالي الليق تخلى عنهم إبرس، وهذا يدل أنهم هم عندهم يعني تفكير سليم ويقدرون العلاقات. أوكي هذا مصر لانه اوكي والله في نسبه كبيره ان انا ايش اقدر اجلدهم، لانه هذه اتوقع فيها سوار anyway.
لازم نقضي على الجيش ذا بسرعة وأخذ مدينة طبعا الآن. ما أدري إيش استفاد من الحركة هذه، لكن مجرد نرفزه. أثسان اللي قاعد نحاش رودس نزل بالجيش حقه هنا. هذا وش اسطول بحر، وهذا جيش وير من هذا جيش، ايه هذا جيش. اوكي اوكي، هذا وين كان بيروح، هذا وين كان بيجي. طيب مو مشكله، الناس كلهم مبسوطين في تقريبا جميع المناطق. اكاين ليك دخل حرب ضد رودس، ممتاز، معناته بدينا نكسب ايش الاكاين ليك. طبعا خسرنا المدينه هذه، الجيش ذا حق الحراس تدمر، ولكن كله مساله وقت. طلعوا لهم جنرال، عندنا 1800 وممكن الان ندمر ام الجنرال حقهم. فعلا سمعنا الشيء ذا، شوف مسافة المشي كيف. شت اوكي، شيء غريب صراحة، وش ذا المسافة حق المشي. طيب عموما كورنثوس هنا جاي، ابرس جاي. اوكي كورنثوس قاعد يطلع جيش زيادة، بحاول اكسب علاقات مع هذولا اكثر واكثر. تريدي هو طيب، كان ليج ما يبغى تجارة. كورنثوس طيب خذ فلوس سوي تجارة. والله مرة ما يبغون يتعاملون. anyway no problem، هذا البطل ما أدري إيش فائدة أمه. رودس قاعد يطلع جنود، هذا الشيء مو بزين. في جيش جاي هنا، جيوش جاي هنا تندرررن. هذا جيش قاعدين نبني أكثر وأكثر. أوه هذا جيش بحر، لا ما ينفع جيش بحر، قصدي جيش أرض ما ينفع. أوكي ميلوس جاي هنا، إليس جاي هنا، بدأت يشجعون الإغريق ليواجهون الخطر الفارسي، وهذا الشيء مطلوب أعزائنا المشاهدين. ترى الجاي ان شاء الله بنشيل ام المدينه ذي ونضغط على الردس اكثر واكثر. هنا طبعا في جيش جاي الردس، وهنا نفس الشيء. بكل بساطه قل للجيش حقنا تعال هنا. اوكي هل يقدر يوصل؟ لا ما يقدر، لانه هي مسافه المشي توقف على هنا. هذا الاسطول البحري الهدف كان انه يجي في المكان ذا. ايوه هذا الشيء يرفع الدخل ويهيئ الجنود شوي لانهم تعبانين، الجنرال تعبان. طيب وش عندنا من ابطال؟ عندنا ابطال بالهبل والله، عندنا ابطال بشكل جنوني. طيب هذا نبغاه يجي معنا. manipulation اوف قال بدنا نذبحه، بدنا نقنعه. طيب ما اقنعناه ولكن عطلناه انه يسوي اي تحركات. زي ما شايفين في حكيم وبطل جو هنا، تبدا الهجمات قريبا ان شاء الله. تحركات حذره جدا على الزمشدين. في جيش هنا ممتاز، وهنا جيشين بكثرهم. اوكي هذا يقول لك ديمنيشن تاكريت، نبي نستفيد من الحكمه على الزمشدين. تعال هنا. اوكي وش بعد؟ في جاسوس هنا، ليش جبت الجاسوس ذا؟ خلينا نجيب. اوكي ابرس جاي له جيش، ممتاز، جيوش جاي هنا، يا سلام. في جيش هنا بعد الابرس جاي. اوكي ضغط الاغريق بشكل عام على الفرس. طيب هذا الجاسوس وش وضعه؟ ما شاء الله في جيش داخل في الاراضي ذي تابع لرادوس داخل فيها، وهذا جيش جاي هنا. أنا لازم اطير الجيش ذا ضروري بسرعه عشان نقدر نتحرك. بدنا نذبح له احد او على الاقل نعطل الجيش. السلام. طيب الجيش ذا وش وضعه؟ اوكي تعال هنا. تمام قاعدين يهيلون، يا سلام. هنا طبعا ناخذ دونه نزيد الولاء للجنود. طبعا هذا الشيء حيجعل جيوش حقتهم ذي في حيره من امرها مع الجيش اللي جاي هنا يضغط، وقاعد يطلع جيش ثاني هو. نبي نمنع الشيء هذا انه يصير. طبعا المفروض انهم مبسوطين مني الان. تجاره ما يبغون. اوكي طيب ميلوس انا جريشن باك. اوكي نبرم دادونا مهمه طبعا ترفع الدخل. انا نطور بيلوس بس ما بدنا نبني في شيء، لاتني ما طورت تصير سلمز الحين. طيب نزل الضرايب، لا ما بدنا ننزل ضرايب عشان الببليك اوردر، بس ما بدينا. تحركات الجيش كلها تحركت. ذاتس ات والله يا اخي، الناس في انستغرام تعليقاتهم تضحك، في تويتر. اشكر كل من يتابعني اعزائي المشاهدين على جميع وسائل التواصل، صراحه شيء جميل يبرد الكبد. حلو ذي يبرد الكبد ها. طيب الناس مبسوطين في جميع الاماكن، دائما مهم تقارير الانبساط هذه مهم. طبعا هل الجيش يقدر يوصل؟ لا شوف اصلا هو ما وخر، لان عارف انه ما يقدر يوصل. الحين ينزل في البحر يسوي لك حركات نصكم. الله يقرش. شو فورس امبيد ازولت اسسينيشن سلالل. احنا قادرين نوصل. طيب الزبال ذا وصل. كورنثوس قام وقاعد هنا ما دفاك. هذه معركة حتصير الحين، نقلل الولاء حقهم. I
نجلد أمهم ولا نحاصرهم. حاصر أمهم يا هلا. أوكي خلينا نشوف ذا إذا بيجي خش معانا. أوكي البطل هذا أوكي أرقص جاي ممتاز ممتاز. وهذا الجيش عطناه درون بهب الفين بالجواسيس. تسميم. طيب الآن شنو بنسوي هنا؟ نرفع الضرايب، نرفع الدخل خلال التورنات القليلة القادمة. طبعا هنا هذا الأسطول البحري نبغى يجي في الجهة ذي. هذا الجيش نبغى يجي على برقمون يوقف في المدينة هذه. طبعا في جيش ثاني جاي على أرقس. يا سلام. الوضع في سيطرة ولكن نبغى نقضي على العلة ذا بسرعة. عموما ما راح نقدر نقطع الجيش حق ولكن نقدر نطير مدينتهم ذي. زادت الامبيريوم حقتي عزيزي شديدين. كبرت من كبير الله وصرت تقريبا بروسبريتي حقي طبعا اللي هو ايش من يقول لي وش بروسبريتي السيطرة اتوقع الامبيريوم اللي هو الكبر المملكة حقتي. سيكر بروموشن بالفين بالف برضه هذا تسوي سيكر بروموشن يقول لك تكف تحتفظ بالجنود يعطيك ميزات اخرى. اوكي خدت المدينة ذي فيها طبعا مباني بس ما فيها مبنى الببليك اوردر فنبنيه اللي هو المبنى بنفسجي ضبط ام الببليك اوردر اللي هي سعادة السكان. ببليك اوردر اللي هي سعادة السكان عزيزي المشاهدين 17 وحدة. طبعا من يقول لي وش المهمة الجديدة اللي حسويها لهذه السفينة الاسطول البحري ذا؟ حنجي كذا سبرايز ونطير ام فاسيليس كهذه الميناء ذا كذا حنلخبط خطتهم بقوة. طبعا سفر يعني ما هو شيء قريب بس اننا وي ويل دو ات ان شاء الله. We need more ships. طبعا لا زال البحر هذا مو تحت السيطرة. هذا تحت السيطرة هذا لا مو تحت السيطرة. فالدخل يطيح شوي لما يكون بالأحمر كذا. فحنسويه تحت السيطرة إن شاء الله. مع الوقت ننتبه للوضع هنا. هنا الناس مرة زعلانين. سالب خمسة. لأنه ليش؟ عشان الضرائب. وعشان المشاكل اللي قاعدة تصير. طيب هنا وش ذا؟ أوه دودونا. اوكي. طيب خلينا نحاصره مدينتهم الأخيرة. سالب ثمانية مو مشكلة. Wait a motherfucking minute. المفروض اني انتبه للجيش ذا طيره. Anyway ابرس تعطينا فلوس اكان ليك سوي تجارة. The hell man. تجارة كورنثس تبغى فلوس يا ناس. Non-aggression pact defensive alliance offer payment defensive alliance non-aggression pact. اوكي احاول اكسبهم بالفلوس. 2-2 اوكي نرفع ذي. Anyway لا زال في تحركات فنبي نجيب الجواسيس ذولا. اوكي اربع جيوش يا سلام يا سلام. طيب وش في بعد وش في بعد؟ يقول لك ام ستيل ايشو ان ادكتس. وش المنطقه الجديده ذي اللي يبغى لها ادكت؟ اوكي هذا المنطق. عطنا الدخل دخل زياده لأن صار الامبيريوم حقي عالي كبرت مملكتي فصار مدينة يعطي ادكت يعني امر سياسة جديدة في منطقة معينة من المناطق اللي انا مسيطر عليها. مسموح لك بعد كل ما قدرة. إليس والله كنت عارف ان إليس بيخون. اوكي لا تنادي احد بخش ضده في حرب. هو طبعا دفاع صديقة مع أرقس. اوكي تشذى يعني تشذى. طيب إليس بيخون الله الغريق الحين الغريق تقريبا. طيب اوكي نبر راح يدفع الثمن قلت لكم حاس فيه غدره بتجي. اسالس الحال ونبر في جيشين بخلص من اتصال الليق وبرجع له. اربع جيوش هنا. رودس يبغى سلام. اوكي اتصال الليق شفنا الجاسوس. يقول لك اذبح الشركتر هذا خلال 6 تورنات يعطيك 500 يا عمي. جاتني 500. اوكي اوكي طيب هذه صارت لهم. ها اوكي مينوس بيدخل هنا بينتحر. اوكي هنا في جيش. اوكي ارقص نزل في جيش هنا تيغيل هذا تحت الحصار. خلنا نجل تجي الجيوش او على الاقل تجي الجاسوس اللي هنا عشان نسممهم. اوكي نو بروبلم. ارمي ديسترويد. ناس زعلانين. اتريشن سنتو بول بريفنس كونستنستد. في ضغط قاعد يصير. مينوس جايب الجيش وموقفه هنا على الحدود. اوكي
لحظة إليس هنا عند الجيش، عند الجيش هنا بعد سمعت بطلة وأرقص لازال معايا. إليس يبغى سلام، يمكن هو كان بس يبغى ذيك المدينة لأنها جريشن باكت وتريد بس ديماند بيمنت. طيب تريد نانا جريش امباكت اوكي الحين يبغى تريد ديفنسيف الاينس او لا ميلتري الاينس. والله لعبة معوقة، رفعت الدخل معاه سويت معاه سلامة دفاع صديقة، هو بس كان يبغى ذيك المدينة يعني عشان فيها دخل فيها زجاج فأخذها وسويت معاه سلامة لأنه أنا ما أبغى إيش أجيبها بغباء، أبغى أجيبها بذكاء ودبلوماسية. وروق هو لأنه شاف الأسطول. anyways أوكي ما توقعت الموضوع هذا حيصير بالطريقة دي، قلت له روق هدي أعصابك لا تعصب يا بابا. طيب هذا الجيل هذا نبغى أوكي what the fuck نبغى نركز على الفرصة عزيزي شديد، ما نبغى نضيع وقت هنا وهنا وهنا واحد يغدر الثاني مدري ايش سمم ذا زيادة عدم لهم الجيش ذا عدم. ايش عندنا الحكيم ذا هنا، الحكيم ذا تعال هنا الله يرحم لي امك، انزل وانت انزل بعد تعال هنا ارفع الضرائب خله في منطقتك ونضغط الزر عشان يرفع الضرائب وانت قلل هذا يجي معانا. الله ما جاء بس عطلنا. اوكي السفينة هذا لازم تنبني مبنيها زيادة، هنا في سفينة ثانية تنبني بعد. اي تورن جاي بتخلص اوكي، في عندنا هنا الجيش ايوه هذا المفروض يعدي ويوصل هنا، هذا الجيش المفروض يواجه الجيش ذا، المفروض بالحكيم هذا نعطلهم بس ما في فلوس نجيب فلوس مو مشكلة. anyway for this جيش بنجي نطير لما المدينة الرئيسية اللي فيها الرخام، انا طبعا انتج الرخام من مدينة ثانية فايتس اوكي. طبعا علاقتي مع إليس يعني شوي شوي تتحسن unfriendly اوكي طيب military access ما يبغى مكان ليك تريد ما يبغى جمباك no problem طيب كورنثس هستايل ليش؟ لاني يعني هو يكره إليس. anyways خلانا نخلص من ذا واشوف الوضع بعدين شلون يا حلوين، لانه صراحة ما اقدر اني احارب إليس حاليا هذا سحصره حتى الموت. ظهر لهم جيش هنا بيزانتيون، نبغى احد يعطينا فلوس ارقص بليز give me some money man. اوكي نشوف الوضع الان، وهذا اخر تورن عزيم شديد الحلقة هذه. رودس يقول تكفى انا بصير سلام وبصير عبد عندك كلاين ستيت، والله عرض مغري جدا قول اجيب فلوس. ايش رايك مخلين كلاين ستيت بقلب علينا بعد لابد عشان يحارب معايا ضد الفرد وافك. تسال ليك قول سلام وقال له مع نفس امه نزل في البحر. طبعا سلام مع رودس ناس مبسوطين شبل دخل ارتفع ما خليته كلين ستيت. اوكي طبعا اكيد اغلبهم زعلوا خصوصا ارقس يعني انه شيء هذا ما يفرحهم استز فيهم. اوكي بيزانتيون والمنطقة دي كلها خلها على الجنب، جيش هذا تبهذل. خلهم ارقس مع الجيش ذا هنا اربع جيوش. ميلوس نزل المجنون نسوي ميلتري السبب فيجن. إليس ناخذ هذا الجاسوس يا سلام اخيرا اخذناه جلدنا امه. طيب الان طريق الاسطول البحري هذا بندز فل اوبشن على الحدود بنمشي طبعا عشان ما نمشي داخل البحر ونمرض ونبتلش. طبعا المبنى نكسره نشوف المباني وش وضعها وش الامور وش الزبده، نخش في المدينه ذي من خلالها طبعا نجلد امه. اخذنا هذه المدينة عزيزي شديد، وهذه ضربة قوية جدا في ظهر العلل ذولا لكان ليك. طبعا نبغى نزبط الامور معاهم، طبعا زعلاني لاني استعبدت رادوس وما احب صراحة اسوي كلاين ستيت بس عشان الدخل. الان اقدر انزل الضرائب ان شاء الله لا 300. طيب اجل نبغى نصبر الجيش الجيش هذا نبغاه يجي هنا. عفوا ايوه خلك في المدينة جم ام الاسطول ذا هنا وانت انزل في هذا المكان يا مدير وارفع الضرائب. طيب هذا ليش ما يجي؟ احنا طبعا ناقصنا شيء بسيط، هم ناقصهم الشيء الكثير الحصار هذا اللي قاعد يصير عليهم، نعذبهم تعذيب وهذا المطلوب. امتى نعطيه مهارة شكل في جلتش الجاسوس هذا والله ما ادري شلون
تعال هنا البطل. طلعوا لهم حكيم جديد نعطيه مهارات قتالية. ايوه خلك في البورتي حلو. ولا تدري طز باللي ما يفزع بخويه. بجي بفزع هذا الجيش. ودنا بجاسوس ثاني يجي هنا بعد. اوكي ذات ست. يقول ليش ما تحط المهارة؟ المهارة ما يمدينا نحطها. كورنثس اعلن حرب ضدي يا الهي. ايش فيهم العالم؟ اوكي. غدرة كذا عين عينك. شي. اوكي. بشوف اذا بدينا اخلي اسامي على السلام مرة ثانية او لا. من كذا غدرة صراحة. بس غدرة حلوة لذيذة. اني بقدر اكل كورنثس بسهولة. لانه ابرس معايا مو لحالي. فنشوف البرشن امباير ايش بيسوي. قاعدين يحاربون ميلوس اللي طب عليهم. الان جيوشنا هبطت فراضيهم. هذا من وين جاء ذا؟ اوه جاب جيش ثاني. ما ضفك. اوكي. والله طخطيخ وسخ نفس الشيء تريد. طيب اوكي نكلم كورنثس نقول له اسمع عطنا ميلتري اكسس. والله نحاسته. اوكي ممتاز. مش صار هنا الحين. والله طخطيخ. طيب نبي نجي على الزانوس هذه مش اسمها. هذا ضغطين عليه كذا ممتاز. طيب هذا نفس الشيء الاسطول ممتاز. وصلنا بطريقة حلوة. طيب هذا البطل هذا الجاسوس جبه هنا. نذبح ام الجاسوس ذا. ايوه كذا الشغل. طيب نحرك زيادة الجواسيس يا عزانا يا مشاهدين. طبعا هذا جاب جيش ثاني هنا. كورنثوس وش وضع امه؟ لا زال داخل في حرب. اسوي تريد بفلوس بعد ميلتري اكسس. اخذ لك فلوس وروقنا. رودوس تجارة. كان ليك تبي تجارة. نو إليس ليش عدو. طيب هذول بنلعبهم بالسم. امرهم بسيط. هذا تعال هنا شغل جاجمنت. وش في هنا؟ في جيش. طيب هذا هو الوضع زي ما شايفين. ننزل الضرائب عشان البابليك اوردر وننهي التورن زي ما شايفين. نشوف وش بيصير في التورن هذا. ما يبغوني استعبدهم كلاين ستيت فبالتالي سووا انقلاب ضدي. بس إليس ما يعني كورنثس اوكي هذا السبب. لكن كورنثس كورنثس قصدي هذا السبب يعني عشان كذا قام علي وبعدين سوى سلام على طول لانه ما يبغى استعبد يعني. لكن إليس ليش يسوي الحركه هذه؟ ليش يخون وبعدين يقول اوكي بسوي سلام؟ معقول عشان بس ياخذ ذيك الجزيره اللي فيها زجاج؟ والله ما ادري ممكن. anyway بنحاول قد ما نقدر نروق الاغريق اعزائي المشاهدين. الفرس اعزائي المشاهدين يبغون سلام صدق او لا صدق. ويبغون فلوس بعد. Is that really a thing? I don't know صراحة. ولكن عرض مغري صراحة ويساعدني اجلد ام الاغريق. بس انا ما ودي الشيء هذا يصير نهائيا لانه ما اعرف انه من الصابين. شوف كنت اسوي ميثاق عدم تداعي يقول لا. يوم حس بالموت جاي بيسوي سلام. حس ان الضغط صار عليه من كل الخريطة. ولكن ما راح نوافق طبعا لانهم ممكن يخونون بأي لحظة. هم يعني شغلتهم الخيانة. فما نوافق نهائيا على هذا الشيء. ناس مبسوطين. الدخل طبعا ارتفع ورغم انه احنا منزلين ضرائب ممكن ننزلها اكثر بس طبعا ما في امل اللي على شيء المتوسط. هنا الناس زعلانين بس حيرتفع الوضع شوي شوي ان شاء الله. هذا قاعد ينحاش ولكن المطاردة تستمر. هنا ممكن يطير المدينة دي. طيب هذا بنستمر بالداعس بنستمر بالضرب اعزائي المشاهدين. حاس في خيانات بتيجي لكن الله يستر. ضبط الدخل شوي شوية. نمشي على شجرة الدخل حبة حبة. طيب هنا وش عندنا؟ إليس مصر انه يجلد. ارجلس قبل شوي كان هنا وين راح؟ طبعا انا جايب الجيش ذا هنا ليش؟ جيش ميلوس اللي كان هنا شكله انجلد. الجيش اللي كان هنا برضه مدري من طس. اوه عده ما هجم عليه. كورنثوس مدري ايش الدنيا كلها جاية. ايوه
جبنا لكم الجيش يا شاطر. بنذبح الجنرال حقهم ونطردهم برا لهم نام يطيرون الجيوش زي ما شايفين. زين المشاهدين الوضع كيف؟ فبيستمر الضرب، بيستمر الدعس. سمم أمم نوصل الأسطول ذا هنا عشان نشيله من المدينة ذي. والله ذا ما أدري صراحة، بس أنا أقول نذبح فيه الجواسيس. ما مدانا يعطيه خبرة. لاين اوف سايت اوكي. طيب كيف السعادة بكل مكان؟ روعة. لكن المباني لا، يبغى لها تطوير. نحط مزرعة هنا، وهنا وش نحط؟ حط هذا المبنى ولا هذا؟ منجم يرفع الدخل اكثر واكثر. خيانات، مغامرات، لفة دوران اعزائي المشاهدين. طيب نبغى نشبك كورنتن اللي قوته الان صارت يعني لا يستهان فيها صراحة. جين وور اجينست ترودس اوكي. إلس ليش يكرهني؟ طيب انا ممكن اقلب على ردس مرة ثانية، شرط هذا يعطيني تجارة ميلتري اكسس وفلوس. عطيب ما يبغى كذا كويس. ديفنسيف الاينس خلي مجلدون ردس مع نفس امه. سمع طاحت شوي بس طز بردس ممتاز. طيب خلينا نشوف الحين بعد ما كنسلنا بكلين سيت حق ردس وش بيصير، وش التحركات بتكون. بينظروا لي الاغريق بنظرة مختلفة. الاغريق ما يبغون يستعبدهم، ما يبغون شيء، لكن ابغاهم يفزعون معاي على الاقل ضد الفرس. شوف حاطين جيش عند كل مدينة تابع لي، شكله ناويين يقلبون علي قلبه. ما هي بصاحية، لكن نو بروبلم. بعد ما دمر ام الفرس ممكن 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 نقدر نتفاهم معاهم بشكل اسهل. طاخ طيخ انا والفرس. في جيوش جاية الحين. شلون ذا؟ ايه هذا ايه واضح بياخذها. حلو، بس بتكون نهايته طبعا، نهاية هذا الجيش. نو بروبلم. نعطي فلوس للألعاب الأولمبية. كونستراكشن، ناس مبسوطين، ناس مبسوطين. خسرنا مدينتين. باث بلوك، هذا سكر علي الطريق. اوه سوى مخيم. هذولا الأساطين مخليهم عشان ما يخلون ذولا ينزلون من البتاع. بقفط الجيش ذا أو الجيش ذا، ودي أطلع فوق أو أجي هنا. طيب مشي معاه حكيم. الجاسوس ذا خليه يدمر أمهم بالضبط كده. هذا الجيش طبعا مخليه يطير ذي الاسطول البحري. ها بشر قول وصلت. حاصر امه يا حلو. طيب كرنثس بدون تجارة بيموت، فالافضل اني بطل الهياط ويتاجر. والله يا اخي عجيب امر كرنثس. كان ليك طيب والله ما لهم امان الابطال ذولا، ما عاد الواحد يدري شلون يتصرف فيهم. طيب تعال هنا. إبرس هذول هم جنوده. اوه سيستس اخذها ارقص. ممتاز ممتاز. اوه انا حيفزعوا له المدينه ذي. ايوه اضرب ام الجنرال، اضرب ام الجنرال. قال ايش؟ قال الفرس. حلو، هذا طلع سفينه من هنا ضروري. يا سلام، نرفع الضرائب شوي معليش. 7000 نبغاها التر الجاي. اوكي الوضع تمام في كل المناطق. اتوقع دمرنا الشعب ذا ولا لا؟ باقي له هنا ولا لا؟ خلاص صح ديسترويد صح. اه باقي له هذه السفينه، طلعنا من هناك سفينه. ممتاز المنطقه ذي الوضع فيها تحت السيطره. هنا ممتاز عشان مبنى حق بابليك اوردر. يا سلام تعال. طيب اوكي ذات ست عزام شادين ذات سي اتي. اخر تور ننهي، وبعدها ان شاء الله بنشوف ايش بتكون تحركات، خيانات، لف دوران، اشياء غير متوقعه، خنبقه قاعده تصير في المكان، وجلد، محاوله مني لدف الغريق على الفرس مو علي انا. ولكن هل الغريق بيسمعون الشيء ذا؟ الى الان نعم يسمعون الشيء ذا، وما يبغون اي مواجهه بيني وبينهم. اهم شيء اني اسوي الشيء اللي ابغوه، ما عندي مشكله مبدئيا، بس لين نطير الفرس ونمسحه من الخريطه. I'm gonna say it's okay.
هذا جاي انتحر، طلع لك سفينة عيني عينك وفي حراس، بس يلا حلو استعبدهم. ممتاز، طبعا في سفينة منحاشة هناك. الآن أنا تاج إني لا 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 مو وذراي، وقعد هنا التورن ذا، روقونا شوي. نيدنج ان اربي جنرال ثارتي، انت خلك هنا شوي. تريشن معايا جيش ايبرس، اجلد امهم. يوه رجعناها، نهيل ارقص جاء في الجهة ذي، رايح على الاخ المترم ثاني الله يجلده، انه بنريح وانت تقدمي لين توصل علة ذا. اوكي اسمع يا كورنثوس، خذ العلم مني ومسوي تجارة، خلك رجال نوبرب. نازل زعلانين هنا، اخر ترن عزام شادين. اوه في جيشين هنا، الجاسوس وصل. اوكي لو سين مارتش. طيب عموما الجيشين ذي تدرون وين بنوجهها عزيم شديد؟ بنوجهها على إليس تورن الجاي ان شاء الله، بحيث لنا ايش نسوي لهم كذا سبرايز، كان طير ام المدينتين هذه إليس اولمبيا، وبعدها طبعا بنخش على الكاين ليج وهكذا. طبعا الشيء ذا عمر ما راح يصير الا بموافقه ارغوس انه يفك من إليس، لانه ارغوس مسوي ديفنسيف الاينس مع إليس، هذا الشيء ما نبغى يصير. بنشوف عاد وش اللي بيصير الحلقه الجايه ان شاء الله.